حزمة من الإصلاحات يشهدها قطاع الصحة بمعايير عالمية خلال السنوات الأخيرة شملت تطوير المستشفيات والوحدات الصحية وقطع الإسعاف إضافة إلى إطلاق المبادرات الرئاسية لرفع مستوى الرعاية الصحية لدى المواطنين إنجازات كبيرة شهدها قطاع الصحة في مصر على مدى ثمان سنوات منذ عام 2014 في إطار جهود الدولة لإعادة بناء الإنسان المصري ورفع مستوى الرعايه الصحيه. وفي هذا الاطار جاء طرح المبادره الرئاسيه 100 مليون صحه للكشف والعلاج المجاني للمواطنين، وهي المبادره التي حققت انجازات غير مسبوقه في القضاء على الامراض المزمنه، وفي مقدمتها فيروس سي، لتتقدم مصر بطلب لمنظمه الصحه العالميه باعلان خلوها تماما من الفيروس. ومع النجاح الهائل للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة انطلقت تحت مظلتها العديد من المبادرات للرصد المبكر وعلاج الامراض المزمنة والوراثية لكل فئات الشعب منها مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الاعتلال الكلوي التي تم من خلالها علاج نحو 30 مليون مواطن بتكلفة ملياري ونصف المليار جنيه ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية الحرجة حيث تم علاج مليون ومائتي ألف مواطن بتكلفة ستة مليارات ومائتي مليون جنيه وفي مجال رعاية المرأة والطفل تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديث الولادة وكذلك مبادره الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديث الولاده ومبادره علاج مرضى الضمور العضلي الشوكي ومبادره الكشف المبكر عن الانيميا والسمنه والتقزم للاطفال كما تم اطلاق المبادره الرئاسيه لمكافحه مسببات ضعف وفقدان الابصار نور حياه بتمويل مليار جنيه وفيما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة تمت زيادة أعداد متلقي العلاج على نفقة الدولة في الداخل بنسبة 70.6% حيث تم علاج مليونين وتسعمائة ألف فرد في العام الماضي مقابل مليون وسبعمائة ألف فرد عام 2014 بينما بلغت تكاليف العلاج على نفقة الدولة في الداخل 11 مليار و مليون جنيه عام 2021 مقابل ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون جنيه عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 226.5%